أولا بشكر قدس أبونا وبشكركم كلكم على دعوة أبونا إن أنا آخد بركتكم ونهنيكم بالقيامة، وإن شاء الله سنة سعيدة مبروكة، بركة القيامة قوة القيامة تملأ حياتنا كلنا. الحقيقة ممكن أقول لكم كده كلمتين صغيرين بسرعة كده. يعني عايز اقول ان احنا لو سالنا اي حد نقول له انت بتعبد ربنا ولا بتعبد حاجه تانية، جايز ينزعج ويقول ايه السؤال الغريب ده. لكن هنقرا لكم كده جزء من سفر يشوع اصح 24، يقول كده: فالآن اخشوا الرب واعبدوه بكمال وأمانة، وانزعوا الآلهة الذين عبدهم آباؤكم في عبر النهر وفي مصر واعبدوا الرب. وإن ساء في أعينكم أن تعبدوا الرب فاختاروا لأنفسكم اليوم من تعبدون، إن كان الآلهة الذين عبدهم آباؤكم الذين في عبر النهر، وإن كان آلهة الأموريين الذين أنتم ساكنون في أرضهم. وأما أنا وبيتي فنعبد الرب. الحقيقة ساعات إحنا بالطبيعة كده بتقلنا إن إحنا ماشيين في الطريق السليم، وبنيجي الكنيسة وبتناول، إذا كان مثلا في خدمة، إذا كان في أي حاجة كنسية، ونبقى فرحانين وخلاص. لكن ما بنراجعش نفسنا، هل احنا ماشيين في الطريق مظبوط؟ هل احنا بننمو في معرفة ربنا وعبادتنا لربنا، ننمو روحيا؟ يمكن بننشغل عن النقطة دي. انا عايز اقول ان في زي ما ربنا عايزنا، يقول كده: تحب الرب إلهك من كل قلبك من كل فكرك من كل قدرتك. كل ديات يعني ايه؟ 100%. ما ينفعش القلب يبقى في ربنا وفي حاجة تاني معاه. لا، ربنا إملى الكل، وأي حاجة تبقى من خلال علاقتنا بربنا، تبقى واخدة المسار السليم بتاعها ويأمنها ربنا ويوجهها وينور الطريق. ففي ناس فعلا يعبدوا ربنا من كل القلب، ولما يعبدوا من كل القلب هيبقى ايه؟ بالفعل، مش بالكلام وبس. وعايز اقول لكم حاجه، ممكن نسمع واحد بيتكلم كتير قوي قوي عن ربنا وفي كل مكان وبآيات، وبعد كده تلاقيه ما بيعملش حاجة. أنا هنا أحسن إن إحنا نتكلم ونعملش، ولا نعمل ونكلمش؟ طب لو عملنا واتكلمنا يبقى كويس، ده حاجة كويسة. لكن لو ركزنا على الكلام أهملنا التنفيذ، دي بقى ما تعجبش ربنا. لأن ربنا عايز العمل، عايز الممارسة، ممارسة العبادة، مش الكلام عن العبادة، ممارسة العبادة الروح. الكلام ده يعني هبقى إيه؟ زي الجثة كده، ها منظر لكن إيه؟ ما فيهوش روح. لكن كلام مع العمل يبقى فيها حياة، والحياة المفروض يكون فيها نمو، يكون فيها ثمر. ففي ناس تعبد ربنا من كل القلب بالقول وبالفعل، وفي ناس يعبدوا بالكلام والمظاهر والشكليات، ويبقوا منظرهم مدقق جدا زي مثلا كتب الفريسيين.
يعني كل حاجة ربنا قال لهم كده. أنا هم يدققوا على البعوضة ويعملوا إيه؟ يبلعوا الجمل. اللي يبص على التدقيق يقول يا سلام ده حاجة كويسة أوي، ده حتى الحاجات البسيطة أوي ياخدوا بالهم منها، لكن عمليا بيعملوا إيه؟ حاجة تانية خالص، الكلام وخلاص، مظاهر وشكليات وبس. لكن أعمالهم ما ترضيش ربنا. وفي ناس بقى يعبدوا ربنا حسب مزاجهم هم، يعني هم متخيلين يقولوا ده هو الصح وده اللي هنعمله. ويقولوا مثلا ان الدنيا اتقدمت وانسان بقى يطلع الفضاء، وبقى في مثلا الواحد وهو ماشي في الشارع يبقى في انترنت مثلا في التليفون. وبعدين عشان يبرروا ان ده صح، سهل قوي ان اي واحد يقول اي حاجه ويبرر، لكن هل تبقى مقبوله قدام ربنا؟ مش شرط. فيقولوا مثلا الانجيل ده اتعمل امتى؟ اتعمل القرن الاول، احنا دلوقتي في القرن 21. ده التفسيرات بتاعتهم يعني القرن 21. فالكلام اللي كان مكتوب في القرن الاول ما يمشيش دلوقتي مع التقدم والحضاره والعلم والانترنت والفضاء والقنوات الفضائيه والحاجات دي كلها. ده تبرير لأسلوب غلط بس طريقة عقلانية. من مناسبة الطريقة العقلانية دي هي بتاعت الشيطان. يعني مثلا الإنجيل يعلمنا كده، يقول كده أنت تقول أن الله واحد، مش كده؟ والشياطين أيضا، أنت تؤمن أن الله واحد، والشياطين أيضا يؤمنون وإيه؟ ويقشعروا. إيه رأيكم لو حطينا دي كده جنب دي؟ أنهون أحسن؟ الشيطان ده بيؤمن ويقشعر، يبقى الشيطان أحسن مش كده؟ لكن الحقيقة إيه؟ الحقيقة إن الشيطان بيؤمن ويقشعر لكن ما نفذش. إيمان علمي، إيمان عقلاني، مش إيمان عامل بالمحبة. ربنا عايزنا نؤمن إيمان عملي، إيمان عامل بالمحبة. ده الفرق، فرق العمل. ففي ناس يقولوا كده، يقول بقى ده تصديق حاجة بقى ايه، ده اللي مثلا ممكن واحد مثلا يقول لجده انتوا دقة قديمة مثلا، لا الدنيا اتغيرت. تلاقوا مثلا في ناس دلوقتي الاسلوب حتى اتغير، طريقة التفكير اتغيرت، لكن ناسيين ان ربنا هو امس واليوم الى الابد. ربنا ما عندوش حاجة جديدة ولا حاجة ما كانتش على باله ولا ما كانش عامل حسابها. ده ربنا شايف كل حاجة من قبل ما يخلق الخليقة كلها الطبيعية، وقبل ما يخلق الإنسان، والحد مش يوم القيامة، الحد الأبدية. ربنا كامل في كل شيء. فالكلام ده ما بيمشيش مع ربنا. وفي ناس بقى يعبدوا حاجات كتير قوي بقى.
غير بقى الكلام العبادات يعني وكده. هو يعني ممكن واحد يعبد ذاته، ذاته زي كل حاجه، ممنوع زي ما بيقولوا ايه الاقتراب، ممنوع التصوير، وممنوع اللمس، واي حاجه كده تيجي تخدش ذاته يهيك ودمه يتحرق وينفعل، بيعبد ذاته. ده نوع من العبادة. فتفكيره باستمرار في ذاته، وهو بيتكلم في ذاته، وهو بيتعامل مع حد في ذاته، وهو في أي موقف ذاته هي السنتر بتاع كل شيء، ده بيعبد ذاته. في ناس طبعا بتعبد ايه؟ مال، مش كده؟ اللي هي أصل كل الشرور، محبة المال أصل كل الشرور إذا ابتغاه قوم. في ناس تعبد المال، في ناس تعبد، لما أقول تعبد يعني كل فكره، يعني هو حط دماغه على المخدة حينام، يبقى هو ده الموضوع اللي مش شغله. أول ما يصحى الصبح هو ده الموضوع اللي شغله، وكل موقف هو ده الموضوع اللي شغله. في دلوقتي ناس بتعبد النت، يعني ماسك التليفون ولا الايباد ولا اي حاجه وقاعد يشتغل كده على طول، وحد يكلمه مش دريان في رؤى نتيه. يعني حصل له اختطاف كده بس ايه في النت. يجي الكنيسة تبص تلاقيه بيبعت رسائل ويشوف الايه الميل بتاعه وهو قاعد في الكنيسة، يعني ملتزم وجاي في الكنيسة وقاعد وكل حاجة، لكن ايه اللي جواه؟ لا حاجة تاني. في ناس تعبد أشخاص، يعني خلاص هو كأنه اتمسح خالص، ملوش شخصية، ملوش تفكير، ملوش أي حاجة. لما يجي حد يقول له على أي حاجة يقول له طب هرد عليك بكرة. ليه بقى؟ ده يعني هيقول بس لما أسأل فلان مثلا، ها؟ عشان هو ده بيقول عليه أنتيم، وهو ده اللي هو ما بيعملش حاجة إلا لما يقول له. هو ما يعرفش يفكر، ما يعرفش ياخد قرار، وهو كده. أقول لكم على حاجة بس ما تزعلوش، مش يعني أول مرة جاي لكم مثلا زعلكم، بس ما تزعلوش. في مثلا زي ما بيقولوا كده إن واحد بقى كبير وبقى مسؤول عن أسرة أي حاجة، بعد كده مثلا المدام تقول له أنا عايزة أجيب مثلا فستان، يقول لها حاضر عينيا حضرات كده كويس، بس ايه هسأل ماما الأول هاخد إذن. فده بيسموه ايه؟ إن هو لسه الحبل السري ما تقطعش، ما قدرش يعمل حاجة، ما قدرش يتحرك. ازاي هيتصرف من غير كده؟ هتبقى موضوع، هتعمل مشكله كبيره. في ناس بتعبد الشهادات، يعني مثلا ياخد دكتوراه في حاجه وبعد كده يقول طب ما في حاجه كان فرصه تانية ناخد دكتوراه في حاجه كمان، ياخد دكتوراه تانية، ياخد بعد كده دكتوراه ثالثه وهكذا. ولو حد قال له الكنيسة معلش أصلا في حاجات مهمة جدا ما أقدرش، واخد ده كل وقتي، ده أنا بحلم بيها وأنا نايم. هقول لكم قصة كده لطيفة، مش قصة يعني خيالية، لا حقيقة. حد مرة كده بعت لي كارت دعوة عشان نحضر مناقشة رسالة دكتوراه هياخدها، فكاتب كده
نتشرف بدعوتكم لحضور مناقشة الدكاترة. هو واحد ها، بس الدكاترة واخد كذا دكتوراه، 6 دكتوراه وهياخد 7، فكاتب ايه الدكاترة فلان. حقيقي نوع شاده الواحد لدرجه انه تنسي ربنا وكل حاجه، ويجي الكنيسه برضه كلهم مسيحيين ويجوا الكنيسه وبيعترفوا بيتناولوا، لكن ايه كان محتاجه ان هم يراجعوا نفسهم شويه، هل فعلا بنعبد ربنا ولا بنعبد آلهة أخرى؟ أصبحت الحاجات دي كإله للإنسان مسيطرة عليه، تنسيه ربنا ويعبد أي أشياء أخرى. أنا مش عايز أطول عليكم، لكن أنا سعيد إن أنا آجي النهاردة وأشوفكم، ناخد بركتكم وبركة أبونا، ونطلب صلواتكم من أجل شمال سيناء ومن أجل مصر كلها، ونطمنكم ان مصر كلها بخير الحمد لله. صحيح بتحصل حاجات كده، لكن في تحسن كبير جدا جدا على المستوى العام وعلى مستوى شمال سيناء كمان. كل سنه طيبين، وربنا المجد الدائم الى الابد امين.